حضرتوا معنا الانطلاق عمليه الحرث والبذر للموسم الفلاحي 22-23 في ولايه ورقله. ان شاء الله احنا متوقعين اننا نتجاوز المساحه تاع 5000 هكتار مقارنه بالعام اللي فات، يعني كاين زياده تاع حوالي اكثر من 1700 هكتار. وان شاء الله يعني بعد العمليه الكبيره اللي نقوم فيها تاع ربط الكهرباء الفلاحيه اللي تم انجاز اكثر من 110 كيلومتر في اطار برنامج الجمهوريه، واللي قيد الانجاز 170 كيلومتر، واللي في الدراسه الثانيه ان شاء الله بالك حوالي 100، معناها يعني نسبه كبيره. متوقع اننا نستلم اكثر من 200 كيلومتر اخر السنه. هذه العمليه تحت دفعه كبيره للقطاع الفلاحي، وان شاء الله اليوم راكم تحضروا معنا اننا ناسسوا في فلاحه باش ورقله تولي ان شاء الله قطب فلاحي.